السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أنا كنت طالعة مع حضرتك بس قبل كده يا شيخ. انت اللي كان عندك سحر في البيت وجبت واحد وكان طلع ساحر في الاخر. فعلا طيب، وانا نصحتك بعدة نصايح، انا مش فاكر ايه هي، ايه عملت بيهم ولا ما عملتيش؟ أنا عملت بيهم، جريت سورة الانفطار وشربت السم المكي بس تعبانة منه، تعبانه شربته منه؟ 3 انا عارف ان هو جديد، لكن انت لما شربتيه يعني هل هو عمل لك عملية إسهال أو عمل لك تغيير؟ لا طيب الحمد يسهل لله. طبعا. طيب، بيغسل لك بطنك على فكرة، يعني هتلاقي إن جسمك يعني بعد منه نشيط. طيب إيه بقى المشكلة اللي موجودة عندك بعد ما أنت استخدمت اللي أنا قلت لك عليه؟ هل في حاجة جديدة جدا؟ ايوه حضرتك، انا بنقرا سوره البقره كل يوم، تمام؟ طيب جميل جدا. بس انا لما بنقرا سوره البقره بنحس فيه حاجه جنبي، يعني الدولاب حسيت ان في حاجه وقعت منه اترزعت على الارض، من بص حاجه ماشي. طيب، كل ما وانت لما قمتي لقيتي ان في حاجة فعلا وقعت ولا بس كان مجرد احساس؟ ده مجرد احساس وانا بنقرا، طيب وبعدين؟ انا كل ما نقرا حاجه تعمل كده خبطة كده طيب ماشي. في أي مكان، لو في النوم نلاقاه في الدولاب، لو في الصالة نلاقاه في السفارة، في أي طيب مكان ماشي. ماشي. طيب حاجة تاني، أنا عندي الجزء اليمين من ظهري من النص نيل، سواء أي طيب ذكرى بعد أصحاب الصباح والمساء قلتها من فجر يلاقي ظهري نمل، بس طيب مش في وقت معين ماشي. طيب بعد ماشي. العصر. في حاجة تانية بقى، أنا لما بنيجي نقرأ من لي أورادي من القرآن، فيه بنشوف قدامي بيترسم كده خيالات، عارف حضرتك اللي هو الطاقية اللي بيلبسوها الفراعنة، ده ما ايوه. المصريين، وفيه تعبان أو أفعى طالعة منهم كده. انت عايشه في انهي بلد؟ يعني بلاش تذكري لي بلد تحديدا، لكن انت في القريه اللي انت عايشه فيها او المدينه اللي انت عايشه فيها، ده حوالين منكم اثار والحاجات الفاضيه دي؟ هما الناس فيه قالوا لي ان عندكم رصد وكده واثار، بس احنا على فرع من فرع رشيد، طيب اكيد جميل. المكان. طيب ماشي. في حاجه تانية بقى، انا لما نسمع الحكايه بتاعت حضرتك دماغي كده. طيب خلاص تمام. طيب، بس هي دي الأعراض اللي موجودة عندك صحيح؟ الاحلام زي ما هي، عيالي بدأوا يحلموا برضو أحلام بكلاب، بس الكلاب بيشوفوها وبيحكوا عليها إن هي مربوطة. طيب جميل جدا. وإيه كمان؟ صليت الفجر من ليلتين وجيت ننام بعد ما بنقول الأذكار والصباح والمساء، مش عارفة أنا بين في النوم أو اليقظة، أنا شفت حمامة بيضة ويمامي واقفين جنبي على الكومودينو في طيب مكان ما أنا نايم، بس طيب اليمامي نجرت ببوسها مرتين في الكومودينو كده، والحمامة البيضة ما عملتليش أي حاجة. طيب جميل. طيب وبعدين بس كده؟ وقبلها بفترة أنا شفت إن أنا ماشية في مكان وفيه واحد معجب بيا، فأنا ماشية في مكان وفيه مية، فعشان نعدي على المية دي هو عايز يعديني، فالمية عشان كل خطوة طوبة، يعني على الخطوة كده طوبة في طوبة في طوبة كأنها خطاوي، فأنا نسيت التليفون من جوه. وانت عماله بتعدي، هو عمال يحط لك الطوب ده وبيساعدك انك انت تعدي. مش بيحطه، هو الطوب موجود بس هو خايف عليا، فأنا من جوه نسيت التليفون بتاعي، أنا نسيت التليفون بتاعي، فبيقول لي تعالي هنجيبه معاك، فهو راح يجيبه معاي، فطلعنا عمارة كده، فبنركب الأسانسير ففيه مية موجود، ولقيت 3 كلاب مربوطين، كلب قدام واتنين قائد واثنين وراه مربوطين وسمر، عمالين يهبهبوا عليا وكده، تمام. ومفيش عني. وفجأة هو لما المية انكبت عليه جماشي طيب حلو جدا. الرؤية دي انت شفتها بعد انا ما رأيتك صح؟ طيب خلينا بقى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وركزي معايا في 5 دقائق عشان في 5 دقائق بالظبط مع القراءة عشان الخص لك الموضوع اللي عندك. أول حاجة سيدتي الكريمة، كل الأحلام اللي أنت بتقوليها ديت هي عبارة عن إن في شياطين محوطينك أو محوطين أسرتك من كل مكان. ثم ان الشياطين ديت يعني سبحان الله بتاخد منحنى اخر، المنحنى الاخر ديت ده ان هم بيوهموك ان موجود عندكم اثار او عندكم شيء، عشان كده بتشوفي الشكل اللي بيحصل ده اللي هو التاج واللي عليه الثعبان والاشياء دي كلها.
ثم ان بعد ذلك لو انت ركزت معايا ومحصتي هتبصي تلاقي انك انت لما تقراي القران الكريم بتبصي تلاقي ان في خبط في الدولاب، خبط في المطبخ، حاجه بتقع، حاجه بتتكسر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكلام في القران الكريم: واجلب عليهم بصوتك. بصوتك اي كلام انت بتسمعيه في الدنيا خارج ذكر الله جل وعلا هو الشيطان. فطبيعي ان انت بتقرا قران حاجه تعمل كده، مفيش مشكله تعمل حاجه. يعني انا اقول لك على حاجه، في بعض الاشخاص بيشوفوا الشياطين على الهيئه الحقيقيه، في بعض الاشخاص بيبقى قاعد كده يبص يلاقي ان الكرسي عمال بيمشي ويتحرك، في البعض الاخر بيحط حاجات، يعني في اشياء، يعني هو لهم عالم، بس هو ما يقدرش ان هو يأذيني الا في حاله واحده فقط لا غير، ان انا اخاف. يعني في مره من المرات اعرف ان واحد يعني سبحان الله كان من عباد الله جل وعلا اتعمل لسحر، ففي السحر ده مكتوب فيه يصاب بالمرض ويصاب بامراض مش عارف ايه، ويصاب بكذا ويصاب بكذا. ولله الحمد والمنه يعني ان العبد ده يعني سبحان الله مسك البتاع ده وقطعه، فبيجي في اخر حته كده في الورقه بيقول ايه، ان هو ان الشخص ده هيقطع الورقه ديت وهيرميها من فوق شجره فاقتلوه. لو كان الشخص ده طلع يجري وخاف وصرخ كانت اتقتل. ليه؟ لان كده هو مش بيخاف، بيخاف من ابليس، فابليس هنا ليه سلطان فممكن يقتله عادي طبيعي جدا. في نفس الوقت ان اللي عمل ليه السحر هو الشيطان نفسه. فانت لما تكوني مع الله جل وعلا وتكوني مع التوحيد ما يهمكيش بقى ابليس، ابن عمه، ابن اخوه، صحابه، اصدقائه، وتحولت حوالين منك الشياطين ما تشغليش بالك بيهم نايم. ثم انك انت مش ملاحظه ان الكلاب مربوطه، يعني لو في كلب مربوط وانا ماشي من قدامه، هو الكلب ده هيأذيني بحاجه؟ مش هيقدر ان هو يأذيني باي حاجه نهائيا. عادي هو كلب موجود عادي وانا بمشي عادي وبمشي اموري. لكن لو انا حدفت الكلب ده بالطوب وفضلت واقف قدامه هيطلع يهوهو عليا ويحاول ان هو يعضني. فعشان كده يا اختي الكريمه مصداقا لكل اللي انت بتشوفيه ده، ان الشيطان المحترم قليل الادب اللي ملوش اي لازمه اللي موجود عندك ده هو اللي كان بيشوفك انك انت بتعدي الخطوات على الحجر اللي موجود في الارض، وعماله بتدوسي خطوه فوق خطوه وهو عمال عايز يعديك وخايف عليك. بس الميه اللي اندلقت عليه في المنام ده دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم ايه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فده تطهير من الله جل وعلا ليك. هنا بقى في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت، أنت عندك آلام موجودة في الجانب الأيمن عندك أو الجانب الأيسر زي ما أنت مش ذكرت. ألم يا دو إنشاء، إيه؟ تنميل مش التنميل في... ألام، ماشي، التنميل في جنب، أيوه التنميل في جنبك الشمال يا أستاذة صح؟ لا اليمين. اليمين، حلو قوي. قولي بسم الله بقى عشان الأخ المحترم اللي هو ملوش أي لازمة ده اللي أنت شفتيه في المنام وعايز يعديكي هو اللي لازال موجود في الجانب اليمين عندك، وبإذن الله جل وعلا يروح في مطرح ما يروح بقى. قولي بسم الله وغمض عينك. بعد إذنك كنت عايزة بس نقول لحضرتك يا حاجة. أستاذة مش عايزك تقولي لي دلوقتي، لو سمحت غمضي عينيكي واسمعيني لمدة 3 دقايق نخلص بس من المشكلة وبعد كده أسمعك أنت عايزة تقولي لي إيه. طيب؟ قولي بسم الله. بسم الله. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دهيت، الجانب اليمين عندك هيحصل فيه الخدلان والتنميل اللي بيحصل لك وقت الذكر. صحيح؟ لا طيب حصل عندك خدلان وتنميل الآن وتقولي في الجانب اليمين، إذا كان الشيطان موجود أهوت فتقولي لي لا إزاي هو عمال بيديني وحوي يا وحوي أيوحة، إزاي هو مش عمال بيديني وحوي يا وحوي أيوحة. ظهري ما نميلش، دماغي بس. طيب غمضي عينك كمان مرة يا أستاذة، ما يا أستاذة ما تفتحيش عينك ومالكيش دعوة بقى، لا عايزين لا تنميل ولا عايزين بطيخ. الشيطان اللي موجود في الجسد انت خايف عليها يا ولد؟ لو خايف عليها، لا انا مش عايزك تهزلي راسك، انت خايف عليها؟ طب ما تروح تخاف على امك ولا تخاف على اختك. ثم انك انت برضه ما تهزليش راسك، اسمع مني اللي انا هقول لك عليه. ليه ما تروحش لواحده مشركه زيك؟ طب انت كافر؟ انت كافر؟ هنبدا بقى في هز الدماغ ومش هننتهي، انت كافر طيب؟ انت كافر؟ طب انت مشرك؟ طب انت بتعبد مين؟ الهك ابليس طيب؟ لو الهك ابليس نزل الراس لتحت. إلهك لو إبليس نزل الرأس لتحت يا ابني نزل الرأس لتحت، أنت إلهك إبليس؟ ما هو أنت إلهك إبليس. طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله. يسحب هذا الخبيث اللي موجود في الرأس الآن، يسحب من الرأس، 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 وينزل للأسفل الآن. اثبت يالا، اثبت يالا، اثبت، اثبت مكانك، اثبت مكانك، اثبت مكانك. يسحب من الراس الان، 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 يسحب من الراس الان،
يسحب من الرأس العام، يسحب من الرأس العام، يسحب من الرأس العام، ينزل من الرأس، ينزل من الرأس، ينزل من الرأس، ينزل من الرأس، ينزل من الرأس إلى الأسفل، ينزل إلى الأسفل، ينزل للأسفل، ينتقل إلى القدم اليسرى الآن، ينتقل إلى القدم اليسرى الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون سلسلا من اليد وسلسلا من القدم ويسلسل هذا الخبيث. اللهم انزل عليه صواعق من السماء تحرقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كل اللي بيسمعني غمض عينه واستمع للرقية ديت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تعرف إبليس هيقول لك إيه؟ عايز تسمع الرسالة بتاعت إبليس ليك؟ عايز تسمع رسالة سيدك ليك؟ تسمع رسالة سيدك ليك؟ طيب بص يا سيدي، اسمع الرسالة هوت اللي هيقولها لك إبليس وإن شاء الله تستمع ليها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنا منتظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بسم الله يسحب الخبيث اللي موجود في الجسد. أستاذة لا تخلي أي شيء يغيبك عن الوعي، تحكمي في راسك لو سمحت كده وثبتي راسك. ومهما تيجي تلاقي إن راسك عايزة تهتز شمال ويمين ثبتي راسك يا أستاذة. ثبتي راسك لا تخليها تهتز لا شمال ولا يمين. ثبتي راسك يا أستاذة. يا أستاذة ثبتي راسك. ثبتي راسك لا تخليها تتحرك يا أستاذة. لما يجي لك إحساس إنها عايزة تتحرك قولي حسبي الله ونعم الوكيل وثبتي راسك يا أستاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها تحس إن في برد نزل عليكي في شد الورا. طيب لا اطلعي بقى لقدام وقولي بسم الله كده وما تخليش حاجه تشدك لورا. ماشي فيش غمض عينك. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويغزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون. فضرب بينهم بسور له باب. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنت في حاجة لسه بتشدك لورا وأنت مغمضة لا تفتحي عينك. في حاجة بتشدك لورا الشدة هنا وظهري نم
طيب ركز معايا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يقتل الخبيث ده الآن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يقتل بإذن الله، إذ يوحي ربك إلى الذين آمنوا أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق. حسبي الله ونعم حصل ترجف جسمك صح؟ صح. طيب بقى افتح فتح عينك يا أستاذ. دلوقتي هتحس كأن جسمك بيصب عرق صح؟ لا جسدك بيصب عرق؟ لا طيب دلوقتي جسمك ان شاء الرحمن خفيف جدا، امشي على نفس البرنامج اللي انا ذكرته واشرب السنمكة كمان يومين، وباذن الرحمن جل وعلا اذا في اي شيء تاني اطلعي معايا، بس ان شاء الرحمن ما تحس باي شيء مره تانيه خالص. خلاص اتفقنا يا استاذه؟ ماشي. بس يا شيخ اللي انا كنت عايز نقوله لحضرتك ان انا مش اللي انا بنشوف دي كروني محروق نص ريش من ورا. بتشوفيه في الحقيقة ولا في المنام؟ لا وانا بنجر وانت بتجرجي بتشوف الديك الرومي؟ وفيه طير كبير جناحاته واسعة، يعني جناح لوحده مترين تلاتة، بيطير فوق الشقة بتاعتي انا بنشوفه وانا قاعد. ده طير ده حقيقي ولا في وانت مفتحة؟ وانا مفتحة وانا بنقرا كده وفي المصحف عادي. طيب قولي بسم الله كده، بسم الله قولي بسم الله كمان مرة وفتح عينك، فتح عينك. بسم الله. في حاجة مكتوبة عندي هنا؟ في علامة أكبر من أكبر من؟ وعلامة مفيش أصغر من؟ تعرف أكبر من اللي في الرياضيات وأصغر من؟ بإذن الرحمن مش هتشتكي من أي حاجة تانية، ما تشغليش بالك بالديك الرومي المحروق ده، لأن الجن اللي موجود عندك والله أعلم طيار، وبما إن بتشوفي أيضا بيطير في السماء فممكن يكون هذا هو الشيطان اللي صايبك، فخلي إن دعائك وتركيزك يكون إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل صواعق من السماء على كل من يحيط بالبيت بتاعك. طيب ماشي يا شيخ. طب بالنسبة للحمامتين اللي أنا شفته، خلاص بقى حمام يا ست مش هتشوفي حاجة تاني إن شاء الرحمن، اعملي بس اللي انا قلت لك عليه دهوت، ولو في اي حاجه تانية اطلعي معايا. خلاص يا استاذه، خلاص يا شيخ، جزاك الله كل خير. الصلوات في اوقاتها، تسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اناء الليل واطراف النهار، والسؤال ان الله عز وجل يحميكي، يحميكي ربنا سبحانه وتعالى ورعاكي، ولا تقلقي من اي شيء. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام.